الغريبة من حلويات العيد، ودايما بنعملها بأشكال وأنواع، وفي طبعا في كل البلاد كل واحد ليه غريبة شكل. أنا عملت معاكم الغريبة المصرية، هسيبها لكم في صندوق الوصف، واليوم هعمل معاكم الغريبة التونسية. شايفين شكلها؟ بجد تحفة جدا، طعمها لذيذ ودايبة دوب كده. بجد وصفتها سهلة وبسيطة ولذيذة، سهلها لكم جدا، وهكتب المقادير بالجرام والأكواب في آخر الفيديو بإذن الله. تحية كبيرة جدا لأهل تونس الكرام، يا رب وصفتي تعجبكم وتستفيدوا منها. ادعموني بلايك إذا عجبتكم الوصفة، وفعلوا الجرس كمان علشان توصلكم وصفاتي السهلة والبسيطة. سموا الله وصلوا على الحبيب. الغريبة التونسية بتستخدموا لها دقيق حمص. طيب للناس اللي مش عارفة ايه هو دقيق الحمص، هو عبارة عن حمص الشام اللي احنا بناكله ده. انا عملت معاكم بيه كذا وصفة، هسيبها لكم تحت ان شاء الله. شايفين هو ده حمص الشام اللي احنا بنسلقه، بس طبعا احنا مش هنسلقه ولا شيء، احنا هنجيبه بودر، لاما نشتريه دقيق او تعملوه في البيت. انا عملته معاكم، هسيبه لكم في صندوق الوصف. طيب اول شيء انا هحطه، لازم برضو انخل الدقيق ده، سواء اشتريته او عملته في البيت. هو عمايله بسيطه جدا وسهل، ولازم لازم ننخله، علشان طبعا بيكون في حاجات خشنه كده، لو احنا حطيناه زي ما هو هتلاقوا فيه حبيبات وبيجرش كده شويه. فافضل شيء لازم تنخلوه كويس جدا، ما نفعش بالمنخل، بتدخلوا المعلقه وتغربلوه كويس جدا. بضيف عليه كوبايه من الدقيق، هكتب لكم بالظبط بالجرام وبالكوبايه باذن الله في اخر الفيديو. وهضيف عليه كمان سكر بودره، والسكر البودره لازم برضو انخله. نقلب الكلام ده كله بقى مع بعضيه، عايزه كله كده يندمج مع بعضيه. البيكنج باودر هخليه في الاخر خالص، مش هنحطه دلوقتي نهائي. شايفين كله اتقلب مع بعضيه؟ هستخدم بقى الزيت. الزيت هنا بحط شوية، وزي ما تقولوا كده نبسه بقى، عارفين يعني ندخل الزيت في المقادير أو المكونات اللي عندنا دي. شايفين أنا مش بعجن، يعني بحاول إن أنا أدخله في بعضيه كده، بحيث إن هو عايزاه يبقى زي العجينة معايا شوية، فبحط شوية بشوية وأخلي كمان، محطش الزيت يعني مرة واحدة. نفضل نعمل كده بصوابعنا زي ما اكننا بالظبط بنبس البسبوسه، هما بيكبسوا فيها كده شويه لحد ايه لما تتعجن معانا، يعني ما نعجنش، لا كل شويه نشوفها بايدينا كده. شايفين بيدوسوا عليها كده ويحطوا باقي الزيت. الغريبه دي بجد بتطلع دايبه وطعمها لذيذ جدا، هي على فكره عندنا منها في مصر برضو، بس مش عارفه بنسميها ايه، غريبه برضو ولا ايه؟ لو انتوا عرفتوا اكتبوا لي بقى في التعليقات. هم بيعملوها كمان ليها مكنة وليها حاجات كده خاصة، بس أنا قلت هعملها بقى بطريقة سهلة علشان الكل يعرفها. طيب احنا بنكبسها بقى كده ونسيبها، هي بتكون لسه مفرولة، مش هتقدر ان هي تتماسك معاكم عجينة، فأنا بكبسها كده وأسويها في البولة اللي أنا حطاها، وأغطيها بقى وأسيبها في التلاجة لتاني يوم. كده سبتها أنا يوم كامل، يعني عجنتها قبلها بيوم. شايفين بتكون في التلاجة شكلها كده، يعني شايفين في الاول كانت ايه ودلوقتي ايه، دلوقتي بدأت ان هي تبقى زي العجينة كده شوية. بعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه في الفيديو كده، مش بعجنها برضو، بحاول ان انا افككها بايدي. لو في عندي زيت تاني بحط، يعني هي ساعات بتحتاج زيت شوية، لو انتوا لقيتوها لسه ما تمسكتش زي العجينة بحط لها شوية زيت كمان، واكبسها نفس المرة الاولى، اعملها بالشكل ده كده وايه، واغطيها برضو واحطها في التلاجة 3 4 ساعات كده، يعني كل ما بتسيبوها في التلاجة كل ما بتبقى افضل وافضل. كده طلعتها من التلاجة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، شايفين اصبحت معايا بقى زي العجينة. ممكن تسيبوها ليلتين كمان في التلاجة، مفيش اي مشكلة، ما بيحصلهاش اي حاجة، بل بالعكس بتبقى احلى واحلى. ودلوقتي بقى احط البيكنج باودر، بحط لها يعني نص معلقة كده، أنا مش عايزاها ترتفع جامد، نص معلقة صغيرة كويسة جدا، أو معلقة إلا ربع. ونحركها بقى ونعملها بالطريقة دي كده بصوابع إيدينا، وندخل بقى كل البيكنج باودر في العجينة. البيكنج باودر ما تنسوهوش، لأن هو برضو اللي بيديها هشاشان شوية، علشان ساعات نحطه في التلاجة وبعدين ننسى البيكنج باودر، خلوا بالكم بقى.
شايفين بقت معايا اصبحت عجينة كده، هقدر ان انا استخدمها. وتشكلوها بقى بأي شكل انتوا عايزينه، ممكن بقطعات البتيفور، البسكوت، اي شيء ممكن تشكلوه. انا هعملها صوابع للي ما عندوش اصلا يعني اي قطاعات، ممكن تتشكل بالشكل ده كده. بعملها رول صغير واقطعها بقى بالسكينة زي صوابع. هي كمان بتتباع في الأسواق زي كده، يعني أحطها جنب بعضيها علشان أقيس نفس المقاس بالظبط علشان تطلع متساوية، والسوا كمان بتاعها يكون متساوي. بيبيعوها في الأسواق بالشكل ده كده، لكن طبعا في تونس بيعملوها بقوالب بتكون شكلها شيك كده، طعمها لذيذ بصراحة من ساعة ما جربتها وأنا حبيتها. طيب ممكن نعملها سادة أو ممكن نحط لها كمان فستق، طبعا بالفستق بتبقى أحلى وأحلى، فعلى حسب طبعا رغبتكم. بعملها كده وكده علشان ادخل الفستق بقى في العجينة، احاول ان انا احطه فيه علشان يكون متماسك معاه. ممكن تحطوا سمسم، اي مكسرات انتوا بتحبوها ممكن تحطوها. وبقطعها صوابع كده بالنظر، او ممكن تعملوا زي ما انا عملت في الغريبة السادة، وكده بتكون معايا. طيب ممكن نعمل كمان شكل تاني بالقطاعات، بفرتها بقى كويس. لازم بقى تعملوها بايديكم، هم يقولوا تصبطوها بايديكم، يعني مثلا تخبطوا عليها كده شوية علشان العجينة كلها تكون سوي واحد. واقطع بقى بالمكبس كده او القطاعة اللي معايا دي، بدوس كده بتطلع الشكل بقى. اعملوا اي اشكال انتوا بتحبوها، اي قطاعة عندكم بتعملوا بيها. بحطها بقى في الصاج، طبعا لازم تحطوا فيه تحتيه لا اما سيليكون او ممكن كمان تحطوا ورقة زبدة علشان ما يلزق لكم شي في الصينية اللي انتوا هتعملوا فيها. وندخله الفرن على درجة حرارة، بياخد درجة هادية كده، تكون مثلا 160-170، نحطه في الرف الوسطاني. اول لما ياخد لون من تحت تشغلوا عليه الشواية اللي فوق وتسيبوه، بس يعني ما بيكملش دقيقتين، يعني ايه زي ما بنقول عينكم ميزانكم، خلوا بالكم من الفرن. هو ما بياخدش اكتر من 10 دقايق، بس انتوا لازم تتابعوه علشان تشوفوا اخد لون من تحت ولا لا، لانه ممكن يتحرق بسرعة. خلوا الفرن على 170 كده او 160 درجة ويتقدم بالشكل ده كده. شايفين بقى شكله، شكله بجد رهيب جدا. والغريبة دي بتكون دايبة دوب، هي عكس الغريبة المصرية بتاعتنا اللي احنا عارفينها، بس الغريبة المصرية بتكون دايبة، ده كمان بيكون دايب جدا. بس عايز ان انتوا تعملوه بقى، تخلوه في التلاجة يوم او يومين كده وتطلعوه وتكرروا، يعني العجن اللي انا عملته او الخلط اللي انا عملته مش بنعجن، لكن بصراحة بتديكم نتيجة حلوة، بتكون دايبة دوب سواء عملتوه بقى بالمكسرات او سادة. بجد الوصفة دي جميلة جدا، جربوها ويا رب ان شاء الله تعجبكم. وكل سنة وانتوا طيبين. اذا عجبكم الفيديو ادعموني بقى بلايك. بحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.